إذن سيدنا صباح الخير عليكم، وصباح الورد والياسمين، صباح الخير على كل الناس المتحقين معنا من خلال هذا البث المباشر. اختارينا لكم هذا الصباح باش نشدوا هذه الواجهة ديال فاس اللي معروفة، وكل السياح اللي كانوا كيجيو لها كياخذوا صور سيلفي وصور تذكارية اللي كتبقى راسخة في الذهن ديالهم. لهذا اليوم بغينا نبدلوا الشكل وناخذوا هذه الواجهة ديال مدينة فاس لأنها كتعتبر واحد الوجهة السياحية معروفة، وبغينا كذلك نناقشوا معكم هذا الصباح بما أننا كنعرفوا بدا الدخول المدرسي. بغينا نشوفوا الراي ديال الاباء واولياء التلاميذ، واش رغم الفيروس كورونا واش غادي تخليو وليداتكم يمشيو للمدرسه، وشنو هي الاحتياطات والتدابير الاحترازيه اللي غادي ديروا مع وليداتكم. اذا دائما نفتحوا باب النقاش من خلال هذا البث. كنصبحوا على كل الناس اللي متابعينا من جميع المدن، سواء من فاس او خارج فاس او خارج المغرب، كل خوتنا المغاربه المقيمين بالخارج، لانهم اكيد توحشوا المغرب. كنعرفوا حنا يعني كان ما كنشكرونا ان كنشوفوا خوتنا ديال الجاليه كل عام كيشرفونا وكيروجوا الحركه الاقتصاديه، ولكن للاسف جائحه كورونا يعني غيرت بزاف ديال الامور اللي خلات انها يعني الامور تغير، ولكن بفضل التدابير الاحترازيه. وفضل كذلك التدابير الاحترازيه اللي قام بها الدوله وقام بها المواطن، اكيد ان شاء الله نتغلبوا على الجائحه ونرجعوا للايام ديالنا الحياه اليوميه كيف ما كنا عليها في السابق. اذا من امام هذا المنظر اللي هو زوين وطوب، كل المغاربه كي الناس ديال فاس وكل الناس كيجيو انهم باش كيتكلموا هنايا كتحس بالهدوء. هذا هو البحر حنا اللي عندنا في فاس، كتجيو كتامل في هاد الديور ديال المدينه القديمه في هاد الشكل هذا اللي جاي متماسك. سي جواد صباح النور، اهلا وسهلا خويا جواد. محمد زيو صباح الورد خويا محمد، نتمنى صباحك يكون بخير وعلى خير. اذا كيف ما قلنا دائما في باب النقاش مفتوح، كيف ما تنشوفوا دائما الاباء مازالين حايرين كيفاش شنو المسار اللي غادي يختاروا، واش التعليم عن بعد او التعليم حضوري كذلك، وشنو هي الاحتياطات اللي غادي ديروا مع وليداتكم باش يمشيو يقراو. ودائما اللي كنبغيو نقولوا انه ما فيها باس ان الاباء والتلاميذ انهم غادي يكونوا في واحد حصه توعويه مع الاباء ديالهم قبل يمشيو للمدرسه، انه يوعيوا وليداتهم بالمخاطر ديال هذا الفيروس وياخذوا الاحتياطات اللازمه باش يمشيو في الامان ويجوا في الامان وياخذوا الدراسه ديالهم ويفديو يعني بزاف الامور اللي هي ضاعت ليهم خصوصا في هذا الصيف. الله يحفظك السي جواد، صباحك انت مبروك بالصحه والسلامه وطول العمر. سي محمد زيو اهلا وسهلا. موسى صباح النور والسرور اخي، تحياتنا ليك. سي عبد الكريم سلام خويا، مربو حفاس اهلا وسهلا. فوقاش اخر اجل في اللي بغى يختار الحضوري، فاللي بغى يعني يتاكد فيدخل المنظومه ديال المسار اللي دايرها وزاره التربيه الوطنيه والتعليم العالي، ويشوف تما يعني كاين واحد البلاغ وكاين موقع اللي يمكن لك تسجل فيه الاسم ديالك وكذلك الاسم ديال التلميذ والمؤسسه، وتبع داك يعني التعليمات باش تسجل الوليد ديالك باش يقرا عن بعد او يقرا حضوريا يعني. سي عبد اللطيف من الناظور، تحيه الصباح الناس فاس وشوف تي في، الله يرفع علينا الوباء ونتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين. شكرا لك اخويا عبد اللطيف وعبد الحفيظ عفوا، وتحيه الناس ديال الناظور وتحيه الناس ديال زيو في المكانو. محمد صابين صباح النور خويا، اهلا وسهلا، تحيه طيبه. نتمنى دائما نفتحوا باب النقاش ونتمنى صباحكم يدوز بخير وعلى خير. كما كتشوفوا هذا المنظر الرائع لمدينه فاس، وكنعرفوا يعني هذه الواجهه كتعرف واحد الوجهه سياحيه كانت معروفه، ولكن جائحه كورونا يعني خلات انه نتعايشوا مع هذا الوضع ونتقبلوا اللي كتب علينا الله، وان شاء الله ربي يرفع علينا الوباء. سي سعيد صباح الخير خويا، اهلا وسهلا، شكرا لك اخويا سعيد، تحياتنا لك، تمنى صباحك يدوز بخير وعلى خير. محمد صابر صباح النور خويا. بالنسبه للناس اللي كيسولوا، فما عليكم انكم تزوروا موقع ديال وزاره التربيه الوطنيه والتعليم
انها تما كاينه واحد المذكره اللي كتفسر لكم وكتوضح لكم وكتبسط لكم كيفاش انكم يعني تشجعوا ولادكم واش يقراو عن بعد او يقراو حضوريا يعني. حسام اهلا وسهلا، تحيه الناس ديال فاس، شكرا لك اخويا حسام. شي رشيد القطبي، تحيه الناس ديال القنيطره، الله يعمرها سلعه الناس القنيطره كاملين. مروان مستالي، صباح الخير سي سعيد، شكرا لك خويا. انا ماشي سعيد، انا سميت اسمي محمد. شكرا لك خويا، تنشكرك الناس اللي كيتفاعلوا معنا. اذا بغينا نعرفوا الراي ديالكم، الناس اللي عندهم الوليدات او عندهم خوتهم، يعني شنو قررتوا بما ان كنعرفوا اليوم بدا التسجيل ديال الدخول المدرسي، شنو هي الاحتياطات والتدابير اللي غادي ديروها مع وليداتكم باش يقراو في المدرسه؟ وواش جلستوا مع وليداتكم وشرحتوا لهم يعني المخاطر ديال هاد الفيروس وكيفاش يتعاملوا معاه في المؤسسه؟ سي محمد قال لك الحضور ضروري، كذلك الحضور ضروري، ولكن دائما كيلزموا يعني تدابير وقائيه واحترازيه للوليدات ديالكم باش يعرفوا يعني ما لهم وما عليهم انهم يديروا الكمامه وما يلعبوش مع اصحابهم، ما يتبادلوش بالادوات، ويعقموا يديهم باستمرار باش دائما يبقاو محافظين على السلامه ديالهم، محافظين على السلامه ديال الاطر التربويه وكذلك على الاسره ديالهم. سي مروان المسالي، مرحبا خويا، تنحيوك، شكرا لك. سي مروان المسالي، نبغي نقول لك شي يعني الا عندك شي وليدات، شنو هما التدابير اللي غادي تاخذ معاهم باش يمشيو للمدرسه؟ وحنا كنعرفوا انه اليوم 1 اكتوبر، حنا كنعرفوا هذا اليوم كانت واحد الفرحه وكان واحد الاقبال كبير، ولكن جائحه كورونا غيرت بزاف المعالم، ولكن اكيد غادي ناخذوا جميع التدابير باش ان شاء الله نتغلبوا على الجائحه ونخلي ولاداتنا يقراوا ويمشيو سالمين ويجيو غانمين ان شاء الله. خالد قال لك ندعو الله ان يرفع علينا هذا الوباء، تحديا لهذا الوباء هو التوخي بروتوكول الصحي، تحيه التعليم الحضوري اولا المؤسسات ستتخذ جميع التعايير الاحترازيه. شكرا لك خويا خالد المير، تحيتنا لك على التصريح على التعليق ديالك. نرجعوا عن ناديه، قالت لك انا من مارتيل، احسن حاجه هي القراءه عن حضور. شكرا لك اختي ناديه، الله يخلي لك وليداتك، ودائما كما قلت اختي ناديه ما فيها باس اننا دائما نوعي وليداتنا بهذه المخاطر، ما فيها باس نذكرهم دائما باستمرار على انه ما ياخذوش الادوات ديال صاحبه، ما يشدش صاحبه، ما يلعبش معاه في السراحه، بزاف ديال الامور اللي خاصنا نكونوا بها على درايه ونقراوها لوليداتنا. ناديه السلمي، سلام. شكرا لك اختي ناديه سليم، اكيد، ولكن دائما التدابير الاحترازيه هي ضروريه وهي الحل الوحيد على ما يبان اللقاح ونتغلبوا على هذا الفيروس القاتل اللي حصد عدد من الارواح ديال خوتنا المغاربه، ونرجعوا الحياه ديالنا اليوميه ونشوفوا احبابنا ونشوفوا صحابنا ونديروا بزاف الامور اللي كنا كنديروها يعني في الايام السابقه. بوشتا، السلام عليكم، مشينا مؤسسة الصباح قالوا لنا ما كاينش زال الحضوري لا والو. اكيد اخويا بوشتا، لانه دائما الا بغيتي تتاكد ان الموقع ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي هما ملخصين كل شيء، يمكن لك تقرا هذاك البلاغ او هذيك المذكرة اللي كتفسر لك يعني كيفاش تسجل الوليد ديالك واش عن بعد او حضوري. ادريس الفاسي، صباح النور، خير اموري ابسطها. مرحبا اخويا ادريس، الله يحفظك، صباحك مبارك مسعود. اخبار يعني ناس اطلس، عفوا شتنبه ماشي اكتوبر اخويا. سي رفيق، كما قلنا يعني الموقع ديال الوزاره كما قال السيد الوزير راها كتفسر لك كيفاش يعني تسجل الوليد ديالك، كيفاش تعمر الورقه باش ديال المؤسسه او بلا ما تدي المؤسسه كتصيفطها غير في الموقع ديال المسار او في الايميل ديال وزاره التربيه الوطنيه. جمال جبرو، الحضور ضروري، بصح السي جمال، وكذلك دائما ناخذوا الاحتياطات ديالنا مع الوليدات ديالنا والكمامه ديالهم ويعقموا يديهم، ودائما نوصيهم انهم ما يهزوش الادوات ديال اصحابهم لان دابا ضاف استثنائي مع الجائحه، دائما ناخذوا جميع التدابير.
نادية المجدكي، نعم ضروري. الأول حاجة التعقيم، أكيد أكيد التعقيم ضروري، ومسافة التباعد والكمامة ضرورية ومؤكدة. شوفوا السي علي عبدو ماروك شنو قال. سلام السلام، الوزارة على وعي بالمسؤولية ديالها، وكذلك آباء وأولياء التلاميذ، وكذلك بعض التلاميذ، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. دعاء نبوي قال النبي صلى الله عليه وسلم عند انتشار الباب أول الباب الكون منطقي طويل ما بليش أنا، ولا بلطف يا لطيف، إنك على كل شيء قدير، اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك أخويا علي عبدو ماروك، شكرا لك على التعليق. نرجعو نشوفو بكر سعيد، سلام خويا، بغينا يقراو ويستعملوا الكمامة ومسافة الأمان، ويعقموا يديهم وما يديروش الزحام، ونتمناو السلامة للجميع. شكرا لك، بصح أكيد كلامك في الصواب أخويا سعيد، نخليو دائما ما نديروش الزحام، لا في الاستراحة في الصف، دائما نخليو مسافة تباعد، ما يشدوش زعما صحابهم في القيصر، ما يهزوش الأدوات ديالهم، وما يديروش بزاف ديال الأمور. سي خالد سلام، يجب اتخاذ احتياط والعداد في الاصابات، تبارك الله عليكم. شكرا لك ابا خالد، الله يخطيك الحبيب سي خالد الحلو، شكرا لك على التعليق. اكيد ضروري ان التعقيم ومسافه الامان باش وليداتنا نتهناو عليهم ونطمنوا عليهم ويمشيو يقراو ويجيونا بالسلامه والعافيه. مبروك مبروك، قالك سلام اخويا، الناس الله يهديهم، كاين اللي ما بغاوش يحشموك، كاين اللي ما معترفش بهذا الشيء. بزاف ديال الناس اللي ما كي كاين بزاف الناس المتهاونين، هما السبب في ارتفاع بعض الحالات، ولكن الحمد لله مؤخرا اللي كنشوفوا الكل وعى، والحمد لله حنا كنعرفوا المغاربه كاملين واعيين، وتضربنا المثال في البدايه ديال هذا الكونفينمون، وتعطى بنا المثال في الدول العظمى على روح التأخي والتضامن، وكنا يعني يد في يد، وبينا على روح الوطنيه وروح المغربيه. شكرا لك السي خالد الحلو، عفوا مبروك مبروك. مصطفى سي مصطفى، مرحبا اهلا وسهلا. حكيمة العربي، الحضور ضروري، المشكل في النظافة وتعقيم المؤسسات، والكل يعلم بدون كورونا هاتم كيف كانت وليدات ما يحتاموش شروط السلامة، الله يحفظ. أكيد أختي حكيمة، الأسرة الحمد لله راه عارفين هاد المخاطر، وغادي يوصلوها الوليدات ديالهم، غادي يتعاملوا معاهم، وكل صباح ملي يكون غادي انك ديما وصيه اولدي الكمامه ديالك ما تحيدهاش، وعقم يديك، وما ديرش الزحام في الصف، ما تاخذش السيلويات ديال صاحبك او المسطره، يعني دي الادوات ديالك. والحمد لله الاطر التربويه وكذلك الوزاره راه دايره التدابير الاحترازيه اللي غادي تمشي بها المنظومه التربويه. ريفي عزيز اهلا وسهلا خويا. ملاك فين كتواجد يا اخي؟ اختي ملاك انا في الواجهه ديال مدينه فاس اللي كتطلل تعطي واحد المنظر اللي هو كبير، اللي جاي على الطريق ديال باب مفتوح. ابو صفاء السلام عليكم، التعليم عن بعد بكل المقاييس. كما تنقول اخويا ابو صفاء، تنعرفوا انه يعني في هذه البدايه ديال هذا الكونفينمون يعني الناس كانوا كيقراو عن بعد، وحصدوا على نقاط ممتازه ونقاط عاليه، وكاين اللي كان كيحضر وما جابش نقاط عاليه، يعني هادشي كله كيبقى راجع ليكم نتوما الاباء اللي كتحصوا وكتسهروا على الوليدات ديالكم في تعليم الدروس، وكذلك شويه ديال الزيار، وكل حاجه نعطيها وقتها، القرايه وقتها، واللعب وقته، والفراجه وقتها، والبيسي وقته، والواتساب الى اخره. مصطفى الملوكي خويا مرحبا بك، وتحياتنا للسي مصطفى الملوكي والعائله الملوكي في المكانات الكبيره والصغيره داخل وخارج ارض الوطن. اذا كنحيو كل الناس اللي متابعين معنا، كنشكر كل الناس من جميع المدن، قنيطره، ماتيل، اكادير، فاس، مكناس، طنجه، الصويره، مراكش، اللي تفاعلوا معنا من خلال هذا التعليق وعطاونا الراي ديالهم، باش يستافدوا كل الناس اللي متابعين معنا في هذا اللايف. وكيبقى دائما الحل الوحيد هو اننا ما فيها باس، دائما كل صباح من نفطر وليداتنا دائما نعود لهم السيناريو ديال اولدي، ما تاخذش الادوات ديال صاحبك، وما ديرش الزحام في الصف، خلي مسافه تباعد، وعقم يديك بالاستمرار، والكمامه ضروريه. ودائما كنعرفوا بعض الوليدات الله يهديهم كيخرج مع 12 كيوصل للدار 12 ونص، كيبقى يلعب مع صاحبه ويحط الشكه ويسبق عليه والاخر يسبق عليه، هذه دائما خصنا نحرصوا على الوليدات ديالنا باش يخرجوا من المدرسه يجيو مباشره للدار، ندير لهم في الباب واحد الجفاف اللي فيه واحد المعقم اللي هو الماده ديال الجافي العاديه، يعقموا الصبيب ديالهم، يدخلوا يغسلوا يديهم،
ويتابعوا الدراسة ديالهم باش تمشي المنظومة الدراسية تمشي في واحد الطريق اللي هو صحيح بفضل جميع الآباء اللي أكيد اللي هما غادي يسهروا على راحة وليداتهم وراحة كذلك راحتهم هما ويسهلوا حتى على الأساتذة وعلى الأطر التربوية. الزهرة أودي هذا القرار راه غادي تكون فيه كارثة إلى التلاميذ ما كيسمعوش هذه النصيحة. الزهرة ال كيف ما قلت كيف ما جاوبت واحد الأخ دابا، يعني الأمل في الوالدين هما اللي غادي يعاونوا الأطر التربوية في التوعية وفي التحسيس وفي مبادئ شروط السلامة. إلى كل أسرة كانت عندها مسؤولية على وليدات ديالها غادي تمشي الأمور في المنحنى ديالها في الطريق الصحيح، ماشي في الصباح نوض نطلق ولدي نقول له اسير ولا مشي بلاك ماما ولا ما يعقمش يديه ولا بزاف ديال الامور، ولكن كل صباح ما فيها باس نراعي وليداتنا منين يمشيو منين يجيو نطلقهم في الباب نبدلو الصبيب ديالهم يخليهم في الباب ندير واحد الشفاف حاشا يكون فيه واحد الماده ديال الجافيل باش تكون دائما نكونوا من ضمن الشروط اللي كتوصي بها وزاره الصحه ووزاره الداخليه. اذا كيف ما قلنا نتمنوا جميع الاسر المغربيه انها باش تكون قريبه للوليدات ديالهم نكونوا دائما مراقبينهم نحسبوا لهم الوقت فوقاش كيخرجوا من الدراسه ما يبقاوش يلعبوا في الزنقه يجيو مباشره يعطيوهم الادوات ديالهم باش ما يهزوش الادوات ديال صاحبهم، يعني دائما نخليو مسافه التباعد والكمامه ضروريه. صراحه ما سخيتش بكم في هذا الصباح مبارك مسعود، شكرا لكل الناس اللي تفاعلوا معنا من خلال التعاليق الايجابيه. دابا شويه غادي نقربكم من الاجواء ديال الدخول المدرسي وكذلك نشوفوا مستجدات متعلقه بالمنظومه التربويه. كان معكم من خلال هذا البث المباشر محمد الفيلي الزهري اللي اختار هذا اللايف من هذه الواجهه ديال فاس. نتمنى صباحكم يدوز بخير وعلى خير ونهاركم مبروك.